دكتور حازم، يمكن التقرير الصغير ده لخص المحاور اللي هنتكلم فيها، وهي طبعا يعني مهما ان احنا حاولنا هناخد مقتطفات من محطات حياتك. خلينا نتكلم الاول على علاقتك بالنادي الاهلي وبدايتك في النادي الاهلي. خلينا الاول اشكر فريق الاعداد واشكر المشرفين على البرومو اللي طلع ده او على التقرير اللي طلع ده، لانه الحقيقه انا ما اسويش واحد على عشر من اللي هم عاملينه. لا على العكس، ده هو عشر، ده هو واحد على مليون من اللي حضرتك تستحقه. انا متشكر جدا. لا الحقيقه انا علاقتي بالنادي الاهلي ابتدت من وانا طفل صغير، لانه انا لما نشات كان بابايا الله يرحمه عضو في النادي الاهلي، وبطبيعة الحال الأطفال على طول لازم بيتعلموا السباحة. فأنا أذكر بالخير كابتن رويتر، يا ما كلت منه، الله يديله الصحة، يا ما كلت منه خرزانات، والله لو سمعنا ويقدر يعمل مداخلة، يا ما كلت منه خرزانات في عز الشتاء أنا بتعلم سباحة الأول. شخصية جميلة. فاحنا بالنسبه لنا النادي ده واحنا صغيرين كان كل يوم، يعني يا بتروح التمرين يا بتروح مع باباك بعد ما بيخلص الشغل. وفضلت كده الفتره الاولانيه من طفولتي، ويمكن لغايه لما التحقت بالاشبال بتوع النادي الاهلي في الكوره. كان ساعتها كابتن مصطفى حسين الله يرحمه كان ساعتها ملقب بابو الاشبال. صحيح. كان رجل دامث الخلق جدا يا كابتن ايمن، مش عارف يعني حضرتك قابلته ولا طبعاً لا. طبعا طبعا. ازاي؟ حاجه صوت خفيض وفي يعني زي بحه كده في الصوت. وبعدين لما يتكلم تحس انه من كتر ما الناس بتنصت انه زي ما يكون صوته عالي جدا. وطبعا هي كلمه واحده وخلصنا، ما فيش اكتر من كده. صحيح. وكنت ساعتها بلعب وينج يمين زي كابتن مصطفى عبده، ربنا يديله الصحه. ربنا يديله الصحه. فطبعا السرعه كانت حاجه مهمه جدا، ورفع الاوفرات كان ساعتها الطريقه الوحيده اللي معروفه في الوقت ده هو 4 3 3، انك تجري بالكوره وترفع للسنتر فورورد على اساس ان هو يجيب كوره بايده، بيعزي براسه او برجله او الى اخره، او بايده زي مارادونا، مش مشكله. فالحقيقه الفتره دي طبعا من امتع فترات حياتي، وللاسف الشديد بقى ما استمرتش. يعني مين بقى كان جيل حضرتك؟ كان في على ما اذكر ورا كان في ضيع عبد الصمد. ايوه اعتقد ان هو كمل في كمل سنة بعد كده ومرن. اللواء دي عبد الصمد طبعا اللي هو شرطه، هو يعني الله يديله الصحه ومدير الفني النادي الداخليه. واعتقد كان في قدام قبل ما يجي كابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم حسن كان في ايمن اسماعيل، كان شعره ناعم كده شويه. ايمن اسماعيل. الباقي بقى ما اتذكرش قوي الكلام ده، احنا بنتكلم يعني في السبعينات، في الاواخر من السبعينات. طبعا بفتكر بقى كل الـ يعني كابتن خطيب يا مهرناه تصوير، كابتن مصطفى عبده يا مهرناه تصوير، كابتن طاهر الشيخ، كابتن محمد عامر، حضرت كابتن احمد عبد الباقي في الاواخر طبعا، كابتن صفوت. انا بقول لحضرتك طبعا على الناس اللي هم طبعا العلامات دول تاريخ. كان بالنسبه لنا في الفتره دي ان انت مثلا تقعد تتفرج على ماتش الاهلي ومنشنجلاد باخ، ده يعني انت حلم.